ينضم إلينا من جنديرس بريف حلب الصحفي إبراهيم يسوف. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، لو تضعنا بحجم الضرر في هذه المنطقة تحديدا التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا. تماما، هنا نحن الآن في مدينة جنديرس، هذه المدينة المنكوبة. فعلا جميع الطرقات يوجد فيها أحجار الأبنية المدمرة جراء الزلزال المدمر. هنا كما تشاهدون خلفي يوجد عوائل مهجرة وعوائل من أهل جنديرس سكنت الخيام خوفا من الأبنية المهدمة وخوفا من انهيار الأبنية. هنا في مدينة جنديرس، مدينة تعتبر يعني اعتبرها الأهالي واعتبرها الجميع أنها مدينة منكوبة، مأساة كبيرة تعرضت لها مدينة جنديرس. طيب، ومناطق أخرى في شمال غرب سوريا. تعتبر مدينة جنديرس يعني مدينة تتبع لريف عفرين بشمال حلب. هذه المدينة أبنيتها مدمرة بالكامل، جزء منها يعني جزء منها يقف على أبنية مدمرة، جزء منها يعني ألو؟ نعم نسمعك. نعم تماما، هذه المدينة مدينة منكوبة. طيب، بمقابل كل هذا الدمار، تتحدث عن مدينة منكوبة، هل دخلت المساعدات إلى جنديرس أم ما زالت عالقة؟ المساعدات قبل قليل دخلت مساعدات من الشعب السعودي، رأيت قافلات تدخل من الشعب السعودي وجمعيات أخرى. هذه الجمعيات هي جمعيات تركية ومساعدات تركيا إلى مدينة جنديرس، مساعدات خجولة. هنا بحجم الكارثة، هنا الأهالي والمدنيون بحاجة إلى مساعدات دولية، مساعدات عربية. آخر إحصائية للمساعدات التي دخلت عبر معبر باب الهوى، يعني دخلت اليوم 10 قافلات أممية. هذه المساعدات دخلت إلى مناطق في ريف إدلب، إلى مناطق التي تعرضت وتضررت جراء الزلزال المدمر في مدينة حارم ومدينة سرمدة ومدينة ترمانين ومدينة سرمين ومدن أخرى تضررت جراء الزلزال تماما. نعم. طيب، ماذا عن آخر إحصائية لعدد الضحايا والمصابين في جنديرس؟ تمام، عدد آخر تحديث لفريق الدفاع المدني هنا في مدينة جنديرس، آخر إحصائية اليوم هو عدد بلغ عدد الضحايا حوالي 756 حالة وفاة و 850 إصابة في مدينة جنديرس. يعني وكذلك في المدن الأخرى تليها بعد جنديرس مدينة سلقين وكذلك مدينة حارم ومدينة عزمارين وبلدة بسنية التي تتبع لمدينة حارم وكذلك مدينة الأتارب وأرمناز وكذلك المدن الأخرى التي تضررت مثل سرمدة وأطمة واليعقوبية وملند في ريف الجسر. وماذا عن التحديات أمام الكوادر الطبية التي استقبلت كل المصابين؟ هل هي مجهزة؟ هل تستطيع فعلا يعني إنقاذ من لم نعم. من لم يمت من هذا الزلزال؟ تماما، هنا بعد الأطباء والفرق الطبية بادروا مع الكوادر الطبية بادروا إلى إنشاء مراكز طبية ميدانية هنا في مدينة جنديرس في حي الصناعة. تم إنشاء مراكز طبية، وهذه المراكز الطبية هي مراكز ميدانية أنشأها أطباء ميدانيون في مدينة جنديرس.